قد ايه؟ خلي المركب ده تطلع على طول، ملوش دعوه بتاع ده. يا ماهر خلي بالك، المركب الكبير لما تيجي هتخبط في البتاع مش هنعرف نرجع ورا سنة؟ اه ترجع ورا سنة عشان ما تنزلش الماية. يا عم عليا اللي انت ولا غالي هبه عادي يا عم. عايز نموذج فعلا. نموذج ممكن تخرج بكلمات العمل الصناعي المطلوب عشان يعمل ترسيب قبل يا باشا. دي حاجه مش سنه الكوع. بعد اذنك يا استاذي بالله عليك، لا سيموليشن، عايز سيموليشن بصفه ان هي فيها شط مربوط بيها. انتوا الاثنين اعملوها يعني، ما بقاش في اللي يقدر يخلص حاجه دلوقتي. يا باشا ارجع للكلام ده. يا باشا العدسه مش عارف في ايه يا استاذ. يعني كباكه قناه السويس موجوده هنا، باقي الكباكات هي كراكين سمكيه موجودين. انا ليا كراكين موجودين هنا دلوقتي.